عيد مبارك سعيد كل عام ان شاء الله علينا وعلى امتنا محمد. طريقه الذبح تيمشي الواحد يصلي ولا ما كانش يصلي ما خاصوش يذبح، وتنذبحوا للناس كل عام ومزيان الحمد لله، تيدوز العيد بخير وعلى خير والامور تدوز مزيان الحمد لله. كل عام كتذبح؟ كل عام تنذبح ايوا كل عام تقريبا شي 15 عام ولا 20 عام. تقريبا كتذبح من خروف؟ 9 10 8 7 كل عام والرزق ديال كل شيء بارك الحمد لله. الله يجعله بارك الحمد لله. هذه هوايه، انا عندي واحد البليه عندي هوايه، كان الوالد الله يحفظه مسكين تيديرها الطريقه وتنديرها انا، عندي هوايه وبهاكا خصني ضروري تساعد مع الناس بعض المرات. الحمد لله اللي بد لك شي حاجه الله يجعل البركه وصافي، احنا مع الجواد هذاك السيري. شنو الادوات اللي كتستعملهم مثلا تقريبا؟ الزنويه والبومبا وذاك باش دير الاخر وصافي، ماشي شي حاجه كثير، دوزان قليل ماشي شي حاجه، جنويه جناوي تصلاخ وجنويه الذبيحه والبومبا وصافي. خرجوا ما تنساوش تابوناو في قناة أشكاين وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد في الحين. إذا عجبكم المحتوى برتاجوه مع أصدقائكم، ولمزيد من الأخبار تلشارجوا تطبيق أشكاين من بلاي ستور وأب ستور.